شكرا لماجد الأسدي على هذه الجولة، وإن شاء الله التعليقات التي وردت لنا يعني على موقع برنامج صباح كربلاء، السؤال كيف تربي أبنائك في هذا الزمان؟ يعني أنا كرأي شخصي حقيقة التربية بهذا الزمان، إنسى إحنا يعني أي فينا تربية دينية، تربية على مذهب أهل البيت، هاي كل هالأمور إحنا ملتزمين بها، بس التربية بهذا الزمان نهاون يحتاج لها حكمة وصبر. أكيد. يعني أنت اليوم دا تربين ابنك أو بنتك بالبيت على مبادئ وقيم، لكن هو مجرد مسكة للهاتف أو خروج خارج المنزل مع أصدقائه، هو راح يتغير كل تفكيره. هنا إحنا لازم شو نسوي؟ لازم ننزل مستوانا، المستوى الولد خاصة العمر المراهق أو البنت. نعم. البنت أيضا هم ضروري جدا. أكيد. يعني قبل كانوا أهلنا يقولون تربية البنت أسهل من تربية الولد، كل واحد لونه شكل، بس هسه أنا بهذا الزمان أقول نفس الصعوبة، تربية البنت نفس تربية الولد. أحسنت إسراء. من صعبات قبل لا نروح طبعا التعليقات، ذكرتيني أنه التربية بهذا الوقت يحتاج لها إلى صبر وإلى حكمة. صح. يحتاج لها إلى ذكاء، أنه عدم تغافل الأم والأب، أنه يحسنون دائما الظن أنه ابن متربي أم يعني بنت متربية. خلي أحيانا أسيء الظن، لأن إساءة الظن راح تخليني أكثر أتابع الأمر. إسراء، اليوم عوائلنا مثل ما ذكرت القيم والمبادئ والعادات والتقاليد، هاي كلها الأمور الدينية داخل البيت، ليش يطلع أنه الشاب كل هاي الأمور يتركها؟ لأن ما متجذرة به، مع كل الحفاظ واهتمام الآباء والأمهات دي يشوفون أكو الصعوبة. صح. بالتربية. صح. فيعني نتمنى أنه تكون هناك ثقافة عند الأم والأب عن أي طريق يأتون طبعا للشاب أو البنت، قد يكون للمدرسة، العائلة دا تحافظ يروح للمدرسة أنه يتعلم كذا من الأمور. صح. أو يخرج إلى الشارع ما تعرفين أنه منه أصدقائه، إذا أكو فد مسؤولية على الأم والأب يتابعون حتى أصدقاء الولد، أكو مسؤولية على الأم والأب يتابعون حتى طبعا عن بعد كل اليوم كل فئة. نعم. يعني كل جنس، إذا ولد لو بنت إلا فد مسؤول عليه. يعني هسه رأي مخرج البرنامج أستاذ حسام يقول أنا برأيي تربية الولد أصعب من تربية البنت. تربية الولد اليوم إيش يحتاج لها؟ يحتاج لها قائد أبوي تربوي ينزل المستوى الابن في كل يصادقة. المجالات يصادقه. اليوم التصادق ابنك، حسسه بقيمته، حسسه بشعور جميل. يعني انت اليوم اذا صادقت ابنك واذا حسسته بقيمته وطيته ثقه بنفسه، ما يلتجئ الى يعني يكون له فد صديق مقرب، راح يكون كل مشاكله وكل اشيائه للاب. فليش نخلي احنا ابننا يلتجئ للغير؟ جائز يلتجئ للخال للعم، سمي خالف اذا خال وعم، يلتجئ للاصدقاء، احنا ما نعرف دول تربيتهم نفس تربيتنا. اليوم البنية اثنين هم مسؤولين عليها، الأب والبنت. الأب من خلال الدعم النفسي راح يعزز ثقتها بنفسها. الأم هنا دورها للبنت الصادقها تنزل المستواها بكل المجالات بكل الأمور الحياتية. لا تقول عيب هذا وغلط هذا وما يصير هيك احكي ويا بنتي، لا احكي ويا بنتك، شاركيها، شاركيها حياتها اليومية بالمدرسة بالبيت، شاركيها. اليوم التربية يحتاج لها وعي وصبر وحكمة. احنا ما نطيل عليكم، خلينا نقرأ التعليقات اللي وردت لصفحة البرنامج. أم علي تقول يجب أن يتحلى الآباء بالصبر والحكمة لأن التربية في هذا الوقت صعبة جدا. أما حسين يقول يجب أن نعير الاهتمام الأكبر للتربية الإيمانية لأنها الحل المختصر الذي يسمو بالنفس، استخدام فن الإقناع والسماع، العطف الغير مبالغ به بما يضمن عدم الخناق في التربية، واعترف بأنها مهمة شاقة في عصر العولمة. أحسنت. وتعدد الجهات، ولكن التوكل على الله يسهل كثير تربية النفوس. إن شاء الله. أمين رب العالمين. طبعا هناك تعليق من زميلنا حيدر يقول تحياتي إلى كل كادر البرنامج وتحياتي واحترامي لكم، تحية طيبة لكم زميلنا. وأيضا هناك تعليق من جيهان الربيعي تقول أسعد الله صباحكم بكل خير، تقول موضوع جدا مهم وأيضا يثير جدل لدى الكثير، وتختلف الآراء حول ذلك بين من يكون مؤيد ومعارض لذلك. البعض تقول إنه
أنه يرى أن جهاز الموبايل بشكل عام هو خطأ من الأساس أنه يكون بيد الأطفال لما له من أضرار كثيرة، والبعض الآخر يرى أن التعلم عبر الإنترنت سهل على الطالب والأهل الكثير. يوجد الكثير طبعا برامج التعليمية. أختي العزيزة، فقط ننوه إلى مسألة أنه الموضوع موضوع سؤال التفاعل هو لم يقتصر على مسألة أنه الجانب التعليمي للأولاد، وإنما الجانب التربوي بصورة عامة. الآباء والأمهات كيف بإمكانهم أن يحسنوا التربية خصوصا طبعا في هذا الزمان؟ أحسنتي. الأستاذ سجاد الكربلاء يقول: السلام عليكم. عليكم السلام. تربية الأطفال هي واحدة من أكثر المهام مشقة وصعوبة على الإطلاق، وهي في نفس الوقت متعة وإثارة، وكلنا نريد تربية أطفالنا كي يكونوا سعداء وناجحين في الحياة، سواء كان في الدراسة أو في مسيرتهم المهنية بعد التخرج. ومن الواجب أن تكون القدوة الحسنة لهم، وتقديم لهم الحب والاحترام والتقدير الذي يعزز الثقة بأنفسهم، وتذكيرهم دائما إننا معهم دائما في جميع الأوقات والظروف ليعيشوا بالأمان، وإن نحن سند لهم ويلجؤون لنا بعد الله. يوسف الكربلاء، يسعد الله صباحكم، صباح الخير والعافية. أولادنا أمانة في أعناقنا، علينا أن نصون هذه الأمانة، نحن محاسبون أمام الله عليها. يجب على الأبوين أن يقوم كل منهما بدوره بما يرضي الله، ويأخذ دوره في التربية والتعليم والرعاية، غرس المبادئ والقيم الدينية والأخلاقية والإنسانية، فما تزرعه اليوم تحصده غدا، تذكر هذا الشيء. طفلك يأخذ زمام المبادرة، عزز احترام طفلك لذاته، خصص وقتا لأطفالك، اسأل أطفالك كيف كان يومهم، تواصل معهم لتعرف احتياجاتهم ومشاكلهم. اللهم أنبتهم نباتا حسنا، واجعلهم قرة عين لنا ولوالديهم، واحفظهم وبارك لنا فيهم، واجعلهم من أهل الصلاح والتقوى. إن شاء الله. آمين رب العالمين. شكرا جزيلا على هذا التعليق. رضا الكربلاء يقول: السلام عليكم. عليكم السلام والتحية والإكرام. يقول أنه طبعا أكو أمور سلبية وأكو أمور إيجابية، لا يمكن أن نقف في جانب واحد فقط. من الضروري أنه متابعة الأهل المستمرة لأجهزة أولادهم. أصبح صعب سحب جهاز الموبايل منهم لأنه وسيلة تعليمية وترفيهية مشتركة متعارف عليها لدى الجيل الحالي. بعض من المدارس الأهلية بدأت تعطي جهاز الآيباد للطلاب بدلا من الكتب. هسه ما أعرف أنه، لكن خلينا نعترف أنه هذا الأمر سلبي. ليش؟ لأن الطفل بحجة راح ده يقرأ أنه يبدأ بتصفح الإنترنت، خصوصا بعض من الأطفال مهملين لهذا الجانب التعليمي. يوسف الكربلاء يقول: السلام عليكم. عليكم السلام والتحية والإكرام. متابعة الأهل لأطفالهم جدا مهمة، أنه يستغلون أجهزة الموبايل بحجة الدراسة للعب، وبعض الأهالي يواجهون صعوبة في السيطرة عليهم لكونه وسيلة تعليمية وترفيهية في نفس الوقت، وأيضا وسيلة تواصل بين المدرسة وأهل الطالب في الوقت الحاضر. لا يمكن سحب أجهزة الموبايل عند عودة المدارس أو بالعكس. أخونا الفاضل، مسألة أنه الأجهزة اللوحية يعني قد يكون أنه عن تجربة لدى الكثيرين. الجروبات المختصة أو المجموعات للتواصل مع المدرسة خلي تكون أنه فقط عند الأهل، فقط عند الأم أو الأب يشرفون أنه على المحادثات أو نشر الجداول أو غيرها. قد يكون أنه بعض من الملخصات بإمكانهم طباعتها ورقيا يوميا وتسليمها إلى الطلاب، حتى قدر الإمكان يمتنع الطالب أنه من ملازمة الأجهزة اللوحية. هذا من جانب. من جانب آخر، أنه بعض من الآباء مع شديد الأسف أو بعض من الأمهات يتخذون دور أو شخصية أنه القائد الموجه سلبيا، أنه كالقائد العسكري نقول أنه دائما فقط توجيهات فقط أوامر. هذا راح يعني أنه يصنع حاجز طبعا أنه إسراء بين الطفل، يعني ما دا يشوف أنه حنان من عنده صح. أو في الجنبة إيجابية فقط أوامر صح. فهذا راح يكون بعد طبعا. إحنا أهل قبل شي يقولون عين وخد صحيح. يعني دائما احنا حكمة اهل قبل احنا تكون كلها يعني اقوالهم كلها حكمة. الحاج عبد الكريم يقول: تشترك في تربية الابناء ثلاثة امور، شنو هي؟ اول شيء البيت، متمثل بالوالدين من خلال التصرف كقدوة حسنة امام الابناء، متمسكين بالصفات الايجابية مبتعدين عن الصفات السلبية. المدرسة، من خلال الاشتراك في مجالس الاباء والامهات، التعاون مع المدرسة لتنمية الأبناء بالشكل الصحيح. البيئة مهمة جدا، البيئة أو الوسط الاجتماعي متمثلا بالزملاء والرفاق والأصدقاء، من خلال اختيار الأصدقاء تشجيع الأبناء للمجالس القرآنية
والحسينية. شكرا جزيلا يا أخونا يعني الحاج عبد الكريم. مسألة مهمة جدا مشاهدين الكرام، يعني قبل ما ننهي حلقة هذا اليوم بالنسبة إلى تربية الأبناء في هذا الزمان، يعني احنا نوهنا بعيدا عن التربية الدينية الأخلاقية اللي تربينا احنا عليها، لكن احنا تربينا بزمان وهم اليوم تربوا بزمان. يعني اليوم احنا من ناخذ منهم الموبايل، يعني احنا هذا التصرف غلط، لكن اذا خلينا فد وقت محدد لهذا الشيء لا راح يكون هذا الشيء جيد لهم اكيد، وما نقدر نمنعهم، لان هو كل ممنوع مرغوب. بس دائما يعني مثل ما قلت عين وخد، نحاسبهم بس بنفس الوقت نكسبهم. نكسبهم كأصدقاء أكيد إنه ومقربين، مو كأبناء. اليوم أنا بس أوجههم وأعطيهم أوامر، راح يصير هناك قوة تنافر مو تجاذب بين الآباء والأبناء. أحسنتي كثيرا طبعا إسراء. مشاهدينا، مسألة إنه منع الجوالات اللي سببت، وهذا اعتراف من قبل كل الأولياء الأمور والأمهات، أخذت ما أخذت طبعا من أبنائنا، حتى أنه سلبت منهم براءة الطفولة. ما نقدر نقول أنه ما نقدر نمنعهم، خلي نمنعهم ماكو مشكلة، ممكن أنه أنطيهم في الساعة معينة بمتابعتي حتى أنه أطمئن وأضمن أنه ما راح تكون أنه مشاكل في هذا الجهاز اللوحي. مشاهدينا الكرام، نتمنى إن شاء الله العون لكل الآباء والمربين في مسيرتهم التربوية مع أبنائهم، وهذه المسؤولية الإلهية التي أوجبها الله تبارك وتعالى وألقاها على عاتق الآباء والمربين.